شيء جميل قلت أنه شهادات مثل هذه على محافظة الشعب الجزائري لدينه ولعقيدته وعدم السماح للمساس بهذه العقيدة، وهذا شيء تعلمناه منذ الصغر. أي من هذا بما تسمى الفطرة السليمة. الإنسان فطرته سليمة. شوف يعني تلقاه يشرب الخمر ويعلم أنه مذنب بينه وبين نفسه، لكن المساس بالدين خط أحمر. هذه الفطرة السليمة اللي افترنا عليها ربي سبحانه. طيب مشكلة الجزائر مغلب الشعوب الإسلامية، الحمد لله، يعني مغلب الشعوب العربية الإسلامية تعرف شيء هذية، يعني حتى ويعملوا الحرام حتى ولو يقع في المحظور، يعني ضعف نفس وليس تحديا لله، يعني هذا حرام وهذا نعمل فيه، فهمت؟ لكن نفس ضعيفة سبحان الله. إن شاء الله ربي راجع بينا إلى سواء السبيل إن شاء الله.